واش عرفتوا نيمار شحال غادي يشد في كل اسبوع؟ 3 ملاير. وفي كل يوم غادي يشد 450 مليون، وغادي يشد 18 مليون في الساعه. اموات ترعرع يا سيدي، 18 مليون للساعه. هو نزيدكم ولا بركه؟ نزيدكم سيدي. بالنسبه لبنزيما حسبوا معايا مزيان، غادي يشد في كل اسبوع 4 ملاير، اي بمعدل في اليوم 595 مليون، بمعدل ايضا في الساعه 24 مليون. تترعرع يا سيدي، 24 مليون سنتيم طبعا. هو زيدوا حسبوا معايا بالنسبه لرونالدو. اجي بعدها شحال خلينا المازوت قبل ما نحسبوا؟ 11 درهم و78. وشحال دابا؟ 13 درهم و45. الله اكبر، لا حول ولا قوه الا بالله. وقع لنا كاين اللي وقع لواحد السيد، سرقات له البغله ديالو، مشى كيقلب ليها، مشى للسوق لقاها، جا عند السيد قال له شحال هذه البغله هذه؟ قال له سيدي ب 1500 درهم، 30000 ريال. قال له قابل سيدي نشريها، ما كاين حتى مشكل، ولكن بشرط تمشي معايا للدوار باش نخلصها لك. مشى معاه للدوار، هو غادي في الدوار الناس كتلاقى معاه كتقول له الحاج مبروك سيدي الجبيره، جبرتي البغله ديالك، مبروك عليك مبروك. قال لهم قولوا الفيسد تابع البغله، يعني قولوا الهبيل تابع البغله، حتى نحنا قولوا نحنا هاد العبال اللي تابعين هاد الانتقالات، وتابعين هذا مشى هنا وهذا مشى هنا، والحكومه صفقات علينا ضرباتنا من هنا حتى لهنا، دقني في نزلاتنا من سابع سماء لسابع ارض في سابقة نوعها. لا السياق العالمي يتطلبها، لأن ما كاين حتى شي حاجة اليوماتية تتطلب رفع هاد أسعار المحروقات، ولا السياق الداخلي أيضا يتقبلها، لأنه سياق متأزم. المواطن كيعيش واحد الحالة مسكين من الضنك، عنده العطلة الصيفية، عنده الدخول المدرسي قبل من هاد العيد، وغلاء الأسعار اللي تالى علينا على مدار هاد السنوات كلها، وتجي اليوم الحكومة باش تجازينا تزيد لنا واحد الزياده غير مبرره تماما، وهذا الشيء راه كيحمق. اجو بعدا نقول لكم شحال داير المازوت دابا في اسبانيا. انا بغيت ندير لكم واحد المقارنه، هذه المقارنه في الحقيقه هي ماشي ظالمه، هي مقارنه صادمه، لان المازوت ها شحال كيدير في اسبانيا. ونزيدكم واحد القضيه، ماشي هذه هي الاثمان فقط، انا نزيدكم واحد المساله اللي ما عندناش نحن هنا وما عمرنا نحلموا بها. الى جيتي في اسبانيا كدير 10 اورو ولا 20 اورو، الحكومه كتخلص عليك 20%، يعني هذاك مونستاسيون اللي دار لك المازوت كيرجع لك اما 20% واما كيديرها لك مازوت. يا واش شفتوا؟ ونحن عندنا دقه للنيف، ما كاينه غير الزيادات الصاروخيه. نزيدكم اكثر، في اسبانيا وفي هاد الجزر هادي اللي هي صغيره جدا واللي ما كتبعد علينا حتى بساعه، واللي هي ما عندها حتى 40 سنة في العمر ديالها، هنايا المواطن الإسباني والمواطن المقيم ما كيخلص لا مواصلات لا طوبيس لا تران لا مترو، كل شي فابور. خاصك فقط تكون عندك واحد لاكارت، وجول الجزيرة من شمالها لغربها ومن شرقها لجنوبها ما تخلص ريال. ونزيدكم لوطوروت فابور، لي باركينغ فابور، ما كاين لا جيلي صفر لا جيلي أحمر، ما كاين حتى شي حاجة، كل شي فابور. الضريبة على القيمة المضافة ما كايناش. وفي الحقيقة بارك عليكم، لأن هذه المقارنة إلا زدنا ومشينا في هذه المقارنة راه غادي نتسطاو، لأنه لا يعقل على أن نحن كنخلصوا كل شيء، ولا عندنا لا تطبيب ما عندنا لا تعليم. هنا التطبيب مجانا والتعليم مجانا، وإلا ديتي ولادك المدارس الخصوصية الحكومة كتخلص معك النص وأنت كتخلص النص. في حلاوة أكثر من هكا قالوا المصريين في الحقيقة؟ والله العظيم أنا بغيت نزيد نقارن لكم، ولكن أنا براسي مصدوم، ولهذا قلت لكم هذه المقارنة صادمة. ويجي وتجنب المحروقات اللي دائما كيطلع علينا في هذا الشهر اللي هو حار وسخون من جميع النواحي، وما قدوش فيه زادوا فيه، لا دارنا الزيادات 3 المرات في أسبوع واحد. وفين غاديين بنا خويا؟ ورافة بنا، وحشوم عليكم. هذا هو الجواب ديالكم ديال مجلس المنافسة، هذا هو احترام المؤسسات. زعما ذاك النهار مجلس المنافسة خرج التقرير ديالو وانتم كتجاوبوا وكتقولوا اسطح راس ضرب راسك مع الحيط. نحن راه ما كنخافوا لا من المؤسسة الدستورية، ما كنخاف، نحن راه كان غادي نزيدوا وغادي نبقاو نزيدوا على المواطنين. وهاد الحكومة هذه فين غادية بينا؟ راه عندنا واحد الإشكال كبير جدا اليوم كيعيشوا الاقتصاد ديالنا، أكثر من 13000 شركة مغربية على وشك الإفلاس، كنحتلوا الرتبة الرابعة عالميا بعدد الشركات التي ستفلس سنة 2023، بعد ما كنا 6000 شركة في 2020 و2021، اليوم وصلنا 13000 شركة، معدل البطالة وصل 12.5%، عدد العاطلين عن العمل 1,500,000.
ما نسيت ما قلت لكم على انه الا قلت لكم اسبانيا داير فيها المازوط هكا ولا ليسانس، راه الدخل الفردي ديال المواطن السميك راه 1200 يورو كيتخلصوا فيها، والتعويض عن البطاله 1000 اورو. ايوا جي قارن لي مع المغرب، هنا المقارنه غير بلا ما نقارنوا بلا ما نديروا والو، والغلف كل شيء ومع في اللي حطيتي عليه يدك غاليه. او انا في الحقيقه هنايا كيجي الشعار زوين وصالح للمرحله، نستاهلوا احسن.